بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم اليوم كل شيء يتم في الدماغ. كيف يعني يوجد في الدماغ أكثر من مليون مليون خلية، وكل خلية هي عبارة عن كمبيوتر معقد يعمل بتنسيق مع بقية خلايا الجسد وبدون توقف، والله أعلم. أتمنى هذه المعلومة تستفيدون منها.